شو مفهوم الحب بالنسبة لك؟ رحمة، رحمة، الحب رحمة. قال لك أصدق الحب عندما لا تعرف لماذا تحب. ليش؟ لما تحب إنسان سيارته ولا شكله ولا فلوسه ولا وسامته ولا جمالها. حبك مقيد. لا أنت عارفان ليش عم بتحب؟ مربوط. طيب أنت اليوم حبيت واحدة حلوة، أوكي، لا سمح الله عملت حادثة سيارة وبطلت حلوة. ذلك أصدق الحب عندما لا تعرف لماذا تحب. كل شوي تكتشف شيء جديد. كل لحظة بتحس إنه هالإنسان عم بتشوف فيه، مثل أحيان بتشوف موفي أو بتشوف بتسمع أغنية، بتحس كل مرة فيها شيء جديد. صح. تحبيت، ما عم بتحب، ما عم بتحب واحد لأشياء محددة، لأنه هالأشياء ممكن تنتهي، ممكن تروح،